موقف محرج للفنانة ناهد السباعي أثناء رقصها. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك لنستمر إن شاء الله. تعرف الفنانة ناهد السباعي بحبها الشديد لممارسة الرياضة المختلفة، ومؤخرا شاركت متابعيها بفيديو وهي تمارس رياضة الرقص على العمود. نشرت ناهد السباعة الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على الانستجرام وهي ترقص على العمود، كاشفة عن عدم تمارسها واحترافيتها بعد في هذه الرياضة، لتسقط أرضا ثم تنجح في التجربة بعد ذلك. يشار إلى أن ناهد السباعي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل النهاية، مسلسل النهاية من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج سرنجي وتامر مرسي، ويشارك في بطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وناهد السباعي وأحمد وفيق وإياد نصار وسوسن بدر ومحمد لطفي ومحمود الليثي وسارة عادل.